السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده احنا بنكمل او بنعمل اكستنشن من اللاب اللي فات. اللاب اللي فات احنا كنا فيه على السكندري شورت، وكنا فيه على الجروبين كومباراتور. وبسبب اهميه الجزئيه دي والاسئله اللي جات لنا، انا شفت ان احنا محتاجين زي ما نقول ان احنا اكستند او نشرح تفاصيل اكتر فيه. انا مش بعيده، بس خلينا نقول ان هي اكستنشن. طيب، اكتر سؤال جه دلوقتي كان بيقول ايه؟ كان بيقول لي ايه لازمة الجروبينج كومباراتور؟ ده السؤال الاول. السؤال التاني، حد قال لي ليه ما نستخدمش الريديوسر as نسورت في الريديوسر، يعني نجروب باي كي ونسورت في الريديوسر. طيب، في عجالة نفتح الريفرنس اللي كان في المرة اللي فاتت اللي بتاع اولي. انا قلت لكم انا خدت كوبي بيست من الريفرنس ده، والريفرنس اتكلم على النقطتين. قال لك هو قال ان اللي انتوا قلتوه صح، وانا قلت المره اللي فاتت برضه، ان ممكن نعمل ان ريديوس سورت، فبالتالي ريديوس لما يجي له كي والفاليوز نسورت الفاليوز دي. بس قلنا ان المشكله ان ممكن ريديوس يجي له داتا كتيره جدا جدا جدا، وريديوس تاني ما يجيلوش داتا كتيره جدا جدا جدا. فبالتالي اللي يحصل ايه؟ ان الداتا اللي جايه لريديوس معين يحصل فيها اوت اوف ميموري عشان السورت. احنا بنتكلم على البيج داتا، مش بتكلم على 10 فاليوز او الاكزامبل اللي باخده ان هو. طيب، وبعد كده هو ده اللي هو الحل الاولاني اللي هو كان بيتكلم عليه، الان ريديوس سورت. طيب، كان الحل التاني اللي هو قاله، قال لك ان احنا نستخدم ماب ريديوس فريم ورك ان احنا نانتروديوس السكندري سورت. وقال ازاي هنانتروديوس سكندري سورت؟ باي ديفولت، طب رجعنا للرسمه بتاعتنا، احنا هنا اهوت بعد البارتيشن بيحصل الشافل اند سورت، والسورت بيحصل باي كيز، يعني الكيز بيحصل لها سورت. طب قال لك ايه رايك بقى، وقلنا السورت وتفتكروا في الحلقه اللي شرحنا فيها الكاستم رايتابل، شرحنا احنا في الميثود اللي هي اسمها كومبير تو. لو نزلنا هنا كنا بنرتب فيها الكيز. طيب، فهو هنا بيقول ايه؟ بيقول لك ان انا ممكن وانا بامبلمنت الاكزامبل اكاريت كي اند فاليو، يبقى الكي هو المين كي والفاليو هي تبقى يعني اكاريت كومبوزيت بير، الكي بتاعها او الفاليو الاساسيه هي الكي بتاعي، والفاليو هي تبقى السكندري سورت كي. طيب كده احنا فهمنا الحته دي. طيب، ولما اجي اوفررايد الكمبيوتر فانكشن امبلمنت السورتنج بتاعي كده، لو شفنا الكلام ده اهوت، ده بالتالي هي اوفرلود الكلام ده على ماب ريديوس فريم ورك وهتبقى ديستربتد. طيب، الجزء الاساسي بتاعي ان الجزء الاساسي بتاعي ان احنا نكون فاهمين ان انا بستخدم الماب ريديوس فريم ورك، انا كده بقى عندي السورس بقى بيحصل بشكل ديستربتد اوفر ذا نودز. طيب، حاجه كمان نكون فاهمينها، ان احنا عندنا كي اساسي وكي ثانوي اللي هو الكي 1 وكي 2، ودول اللي هنوفررايد بيهم الكومبيرتو فانكشن. طيب، قبل ما نخش تعالوا نرجع بقى للكود بتاعنا ونلعب شويه في الكود عشان اشرح لكم شويه تفاصيل. اول حاجه، انا هسيب كل حاجه زي ما هي من الاكزامبل اللي فات. انا كل اللي عملته بس انا شلت الدي عشان ما يلخبطكوش، وفي الدرايفر هنا انا هشيل الكومبيرتور حلو، وحطيت 1 دي 1 يعني element واحد 1 كي اللي هو 2013 واحد، وشويه كيز. طيب دلوقتي لو انا رنيت دلوقتي وانا عامل كومنت للجوبي كومباراتور، ايه اللي هيحصل؟ انا متخيل ان اللي هيحصل بسبب عدم ال 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 عدم وجود عدم معمول جوبين كومباراتور هيطلع لي الداتا مفرطه. طيب، لو انا حطيت الجوبين لو انا حاجه تانية، لو انا دلوقتي شايل الجوبين كومباراتور، طيب ليه الداتا طلعت متفرطه، يعني طلعت از كيز؟ لان الريديوسر دلوقتي داخل له الكي اللي هو بير ما بين ده وده، يعني الريديوسر داخل له ايه؟ داخل له 2013 و90، ده كده كي داخل الريديوسر. طيب، ايه رايكم ان احنا ممكن نطلع نفس، يعني نطلعهم 1 كي من غير ما نحط الجوبي كومباراتور؟ ازاي؟ ان انا اوحد الكيز. فانا هعمل حركه كده، ان انا في الانبوت، تعالوا نلعب مع بعض في الداتا، هخليهم كلهم 80 كده. ايه اللي هيخش ريديوس؟ افكروا قبل ما نرن، هيخش ريديوس 2013-01 وكلهم نفس الفاليوز، كده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي كلهم زي بعض. تعال نشوف كده، المفروض كده يطلع لي الداتا
بشكل نمطي، اللي هو بشكل ثانية واحدة بنيجي نبص كده هيطلع كلهم ورا بعض. طيب السؤال، سؤال كمان، هل انا لو انا ما عنديش temperature، يعني دلوقتي انا لو انا عندي temperature وكيز واحدة ب 2013 80 طلعوا one line، طيب لما بقوا مختلفين طلعوا as a mean line. طيب سؤال كمان، انا مش مستعجل ان انا ابيبص الحتة دي، عايزين نفهمها سوا. تعالوا نتخيل ان انا عندي date partitioner تاني، سوري date temperature pair، بس وزارة temperature هو يعتبر كده بقى كأنه text، يعني كأني عندي text right، بس انا شلت منه، يعني انا هشيل منه حتى الدي، انا مش عايز الدي، هشيل منه الدي، انا مش عايز اي حاجه في الدي، انا عايز بس الير مانس بس. ماشي ثانيه واحده، انا كده حتى اشيل منه ده، ان انا هبصي فيه انا كريت كلاس جديد بنفس الاسم بس كتبت عليه وزود بارتيشنر، وهشيل منه اي ديت او تمبريتشر. اوكي اي حاجه فيها ديت او تمبريتشر هشيلها خالص كومنت. ماشي اي حاجه فيها ديت او تمبريتشر هشيلها خالص كومنتد مثلا. انا عملته مفيش حاجه حصلت. اوكي طيب اوكي ماشي، مساحه تمبريتشر فينا حاجه فيها ديت او تمبريتشر، تمبريتشر شيلها خالص، انا عايز كل حاجه هي الدي بس. تعال نشوف كده في حاجه هنا تمبريتشر، مفيش تمبريتشر كده خلاص صح. طيب تعال نسيرش حاجه اسمها دي هنا دي، طيب ولا temperature مفيش في هنا ده، مسحه كمان. طيب في حاجة تانية في temperature هنا، أنا عايز ده مش عايز في temperature كمان. ثانية واحدة، أنا في class غلط، أنا المفروض class ده يبقى فيه temperature عادي، سوري أنا عملت غلطة. ايه الكلاس ده المفروض يبقى فيه temperature؟ ما نعرفش فيه temperature هنا، احنا عايزين نشيل، احنا عايز بس نشيل، يبقى عندنا ثانية كده تمام، احنا كده الكلاس ده زي ما هو، نقفل الكلاس ده، مش عايز اعرف الكلاس ده، انا عايز الكلاس ده اللي اعرف فيه، ان انا اشيل منه اي حاجة فيها علاقة بالدي او temperature. طيب فانا جيت هنا همسح ده كمان، مش عايز year month day، مش عايز ده كمان، مش set year month، انا عايز set year month، مش عايز set day ولا set temperature. هقول لكم دي دلوقتي، شيل التمبريتشر من هنا، شيل ده كده، احنا مش عايزين، عايزين بس هو يور مانس بس وخلاص. طيب ماشي، طيب تعال نسيرش بقى هنا، في هنا تمبريتشر؟ لا خلاص خلاص مفيش حاجة هنا، كلها كومنتد 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 كومنتد. تمام 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 ماشي، في دي تعال نتأكد برضه عشان احنا هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. طيب هنعمله ايه بقى دلوقتي؟ انا هروح هنا عند المابر الاول، هقول للمابر انا مش هسيت temperature. اوكي ماشي، فكده البير بتاعي مفهوش temperature، وهنا هقول له ان انت الفاليو بتاعتك بقت without temperature، without temperature، without temperature، واروح للريديوسر، ريديوسر نفس الكلام، هقول له انت عندك وزود تمبريتشر، وزود تمبريتشر وبس كده. اروح على الدرايفر بقى، اقول للدرايفر ان انت الكي بتاعك بدأ. طيب تعالوا دلوقتي نرن ونشوف اللي يحصل ايه. دلوقتي عندنا ممكن يضرب لان انا لعبت في الكود كتير. دلوقتي عندنا الداتا متغيره، عندي اللي هو الايام 2013 01 و80 90 متغيرين، والاوتبوت لا. قبل ما افتح الاوتبوت انا متوقع اللي يحصل، اتوقع كاني شغال وورد كاونت، هيبقى عندي كي والفاليوز راندوم ادد، يعني من غير اي سورت. مظبوط بالظبط، ماينس 10 70 90 80 ملهاش سورت. طيب التكه بقى دلوقتي، انا بقى دلوقتي لو انا عايز اسورت، ماشي نرجع بقى دلوقتي كده احنا فهمنا الحته دي. لو انا شلت التمبريتشر من الكي فبقى عندي الكي هو حاجه واحده، هيقدر يجروب باي كي. طب دلوقتي عندي الكي بقى دلوقتي هو حاجتين 2013 01 وفاليو، بس انا عايز اقول له لا جروب لي ببارت من الكي، فهعمل ايه؟ هقول له هنا، هرجع تاني بقى هنا ماشي، هاجي هنا في الجروب كومبارتور، اول حاجه هنا في الكومبير عشان نحدد اكد عليها، احنا بكومبير ان انا
بتشيك لو اليو مان زي بعض يبقى كده معانا نفس الكي، بكمبير هنا ديسندنج، حلو؟ بكمبير بالتمبريتشر. طيب هاجي بقى هنا فين الجروبنج كومبارتور، انا هقول له انا عايز اكمبير بارت من التمبريتشر مع بعض، يعني بارت من البير اللي هو اليو مانز. فده هيعمل ايه؟ هيخلي ان بدل ما هو بيجروب بالتو بير لا ببارت منها. طيب نرجع بقى تاني هنا اهوت، ونحط الجروبنج كومبارتور، نرجع عند المابر نقول له معلش رجع دي ورجع دي ورجع دي ورجع دي ورجع دي كمان، وحط لي التمبريتشر كمان. ماشي ده كده المابر. حاجه تاني في مابر تعبنا فيها، يعني لو نسينا حاجه نرجع نصلحها، احنا مش اطفال يعني عادي نبوظ الكود نصلحه مع بعض مفيش حاجه. وهنا تمام ده كده الريديوسر والمابر والدرايفر. تعالى نتأكد هنا، احنا هنا عندنا في temperature هو بيكمبير temperature موجود، وهنا year months انا عايز ابند ال temperature، مسحت ال temperature من هنا، انا المفروض ارجع temperature هنا انا مسحتها اوكي عشان بس لو عايز اعمل two string. حاجة تاني عايز احطها الهاش كود هنا بس ارجع في temperature كده خلاص. طيب دلوقتي لو رنينا دلوقتي والانبوت مختلفة، ايه اللي متوقع يطلع؟ لو ما ضربش الكود هيطلع بشكل order descending. ليه؟ لان دلوقتي عندي الكي هو مختلف، كود ما ضربش descending اهو 90 80 70 minus 10. طيب نرجع تاني نفتكر مع بعض ايه لازمة الجروبنج كومبارتور هنا، ان انا عندي كي، عندي كومبوزيت كي كي وفاليو، وانا عايز اقول له جروب باي بارت من الكومبوزيت كي. طيب حتة كمان مهمة، ليه اساسا عندي السكندري سورت بسورت في بالطريقه دي مش بسورت عند الريديوسر؟ عشان دي لو عملت ان ريديوسر سورت مش سكيلابل، لكن لما هعمل السكندري سورت عن طريق ان انا اعمل كومبوزيت كي واعمل اوفرايد الكومبير فانكشن دي سكيلابل نتران على ديستريبيوتد ماتر ديستريبيوتد اركتكشر. طيب سؤال بقى كده سنه، تفتكروا في تطبيقات للسكندري سورت والثيرد سورت دي؟ احنا المره الجايه هنتكلم على الجوينز في هدوب. تخيل انك انت بتعمل، لو انت كتبت سيكوال تقول مثلا جوين تيبل 1 مع لوك اب بي مع تيبل بي مثلا، ازاي ده بيحصل؟ ولو انت عندك التيبل بتقول له انا عايز اندكس وعايز اسورت كولوم، ايه اللي بيحصل؟ عايزكم تبحثوا عن الموضوع هوت لغايه الحلقه الجايه، والحلقه دي هي كانت اكستنشن للاب اللي فات، واتمنى كده تكون وضحت موضوع ليه ما عملناش سكندري سورت، ليه استخدمنا ليه ما عملناش ان ريديوس سورت، وبعد كده ليه عملنا كومبوزيت كيو فاليو سورت، وبعد كده فايده الجروبنج كومبارتور، ولو شلنا الجروبنج كومبارتور يحصل ايه، ولو وحدنا الفاليوز اللي هيحصل. ده كده اخر جزء في الحلقه دي، اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.